من بين هذه الحارات الشعبية تخرج الكثير من المواهب في هذه المحافظة. وسيم واحد من الموسيقيين الشباب، تخرج قبل 6 سنوات من معهد الموسيقى العسكري في العاصمة صنعاء لينضم إلى الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة، ولكنه سرعان ما ترك وظيفته، ولأسباب يرويها وسيم عاد إلى أبين حاملا معه عشقه الكبير للموسيقى. ليس لنا أي مستوعب إلا جمعية فنانين أبين. الكمان الآلة التي هام في عشقها وأعطاها الكثير من وقته، وحتى عندما عجز عن اقتناء آلة جديدة صنع آلته الخاصة بأوتار تقليدية ليعطي لنفسه فرصة الغوص في عالمه الخيالي غير آبهم بالجهد الذي يرتسم في عينيه، لأنه عاشق للفن يحاول تخطي العوائق ويبتدئ في طرق باب التلحين، ومع أحد فناني المحافظة يخرج كل يوم هاربا من ضوضاء المدينة باحثا عن مكان هادئ يعانق فيه الموسيقى. رغم الأسى ورغم الظروف ورغم الدمار الذي حل بأبين، إلا أننا ما زلنا ننفض أجسامنا من تحت ركام الدمار هذا، ونوضح للعالم ونوضح لأخواننا بأننا عايشين وروحنا الوجدانية موجودة. الألحان الموجعة التي وضعها وسيم لأغنيته استوقفتنا بما تحمله من تعبير للحال الراهن لليمن. آه يا وطني دمروك دمروك. آهات موجعة صنعتها موسيقى شاب دمر وطنه، ولكنه ما زال يحمل الأحلام بآت تتبدل فيه لغة الرصاص بالموسيقى. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.